وفت عينا هاي الحالة وخلي القصة. غضب لتر واحد فاسد وأكل الفيفا. والله يا هذا انه فاسد واكل الفيفا وكان ياخذ رشاوي، وانا بصراحه مبسوط اللي كشفوه، بس يا ريت اشوفه بالسجن. بس ابو صقر، هذا ابو السيجار، مين هو هذا يا شمعة؟ الاخ عرفك عليه، هذا الاستاذ ابو كرش الله يسلمه، هذا اللي ماكل نص البلد، ويوم كان مسؤول جغم نص الموازنة، وفي 200 مليون دينار على يمانه بعدهن ما هن مبينات. لو سمحت بعاريك أو عطوفتك أو سعادتك، ممكن أسأل سؤال؟ اتفضل يا أخي. بدي أسألك، اكتاش آخر مرة سويت فيها عملية تنظير؟ ليش يا أخي؟ الله يكفينا شرك. لا والله، بس لأنه في قرابة لي مضيع دنمين أرض بدير غبار، قلت بلكي بس هيك يعني عدل مؤاخذة بينا معاك في التنظيم.